كارمن لبوس بطلة شريرة تتحدى الخير في التحدي. عم بتشارك الفنانة اللبنانية كارمن لبوس البطولة بمسلسل التحدي يلي اعتبره البعض جزء تاني من السر، بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، رواد عليو وتانيين. ويدور العمل حول عالم المافيا والعصابات والممنوعات والانتقام، بالإضافة لعدد من القصص الرومانسية. المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. وبتواصلنا مع الفنانة كارمن خبرتنا تفاصيل حصرية عن شخصيتها بالمسلسل وعن كيف كانت تجربتها مع الممثلين السوريين. بمسلسل التحدي اسم الشخصية بيداء، هي شخصية ما رح تكون محبوبة عند الناس، منا شخصية طيبة، وصولية، انتهازية، يمكن بسبب القصص اللي عشتها بحياتها بتعتبر انه السلطة والمال هني اهم شيء، وبدها كل شيء يصير مثل ما بدها هي. يمكن هيدي كمان العالم، يعني بالاخير سلطة والمال، بالسلطة والمال فيك تحكمي الدنيا كلها يعني، وهذا اللي ماشي هلا. للاسف ما في انسانية، ما عندها انسانية. هي اول مرة بلعب دور، اذا بديك انا دايما الادوار اللي بلعبها الادوار الشريرة دايما بترك جانب انساني جوا للعالم، هيك بلحظة يكونوا مع يعني يتعاطفوا معه ما يكرهوا على الاخر. ببيداء ما كنت لاقي ولا تفصيل العالم هيك انه يتعاطفوا معه، لانه انا ما قدرت اتعاطف معه. بيداء شخصية شريرة بالمختصر. هلا تجربتي هي مش تجربة الاولى اذا بدك مع الممثلين السوريين، عندي تجربة كتير قديمة، وهي يمكن من اول بطولات لعبتها بحياتي هي بمسلسل ايام الغضب مع الصديق ايمن زيدان. مسلسل نجح كتير. بسام كوسا من زمان كتير كنت حابة العب معه، فهيك هلا انبسطت انه التقينا بهذا المسلسل، مسلسل التحدي. يمكن ما التقينا كتير بس التقينا، هي اهم شيء. وكل علاقتي بالعكس جيدة، أكثر من جيدة كمان. أنا بالنسبة لي هو الأخوة، وبعتز فيهم وبعتز بصداقتهم، وبحب كتير أشتغل معهم. كلهم يعني كلهم مميزين بالنسبة لي.